عبر سكايب. مرحبا بك سيدة رشيد، وأبدأ معك من المخاوف تجاه الطلب الناجم عن انتشار أوميكرون، لكن بالمقابل أوبك رفعت توقعاتها على النفط للربع الأول من عام 2022. ما السبب برأيك وراء ذلك؟ مساء الخير. طبعا مع بداية في تقرير الشهري الأخير لمنظمة الأوبك أكدت على أن يعني الطلب على النفط ممكن يرتفع بحوالي أو رفع توقعاتها للطلب على النفط في الربع الأول من 2022 بحوالي 1.11 مليون برميل لمستويات 99.13 مليون برميل، وأكدت على أن المتحور أوميكرون ممكن يكون له تأثير طفيف على الطلب العالمي، ولكنها طبعا أخذت في بعين الاعتبار أن المتحور قد يكون له طبعا تداعيات سلبية على يعني وتيرة التعافي الطلب العالمي في الفترة المقبلة، حيث أنها أجلت توقعاتها لتعافي الطلب من الربع الأخير في 2021 للربع الأول من 2022 على أن يواصل الطلب العالمي التعافي أو وتيرة التعافي في النصف الثاني من عام 2022، وبالتالي فإجمالا طبعا قد يكون لمتحول أوميكرون تأثير طبعا على الأسواق العالمية وعلى وتيرة الطلب العالمي، ولكن إجمالا يعني توقعات أوبك وفعها للطلب العالمي في 2022 وخاصة في الربع الأول ده دعم الأسواق بشكل كبير ودعم أسعار النفط بشكل كبير بالرغم من التحديات التي تواجهه بسبب مخاوف من التحول الجديد. طيب، هنالك توقعات بزيادة إنتاج أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في كانون الثاني، هل من الممكن أن يسبب حدوث فائض بالمعروض؟ بالطبع إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأخيرة أيضا أكدت على أن أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة في تكساس ونيو مكسيكو من المتوقع أن يعني يشهد زيادة في الإنتاج في يناير المقبل، وقد يتخطى مستويات 5 ملايين برميل للمرة الأولى، وبالتالي هذا الأمر قد يتسبب في زيادة الضغوطات طبعا على النفط، ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار أن ارتفاعات أو يعني تعافي الأسعار النفط في الفترة المقبلة سيعتمد على مدى تداعيات متحور أوميكرون على الأسواق وهل سيؤثر ب يعني الطلب العالمي الفترة المقبلة أم لا، فإذا وجدنا أن فعلا بالفعل كما توقعت الأوبك وبدأ الطلب العالمي يتعافى في 2022 في الربع الأول فقد يعني يكون هذا توازن نوعا ما من الأسواق تعافي الطلب، ف يعني بالرغم من أن النفط الصخري أو الحوض الصخري قد يزداد أو قد يوصل زيادة إنتاجه لحوالي 5 مليون برميل، ولكن تعافي الطلب من الناحية الأخرى هو ممكن يعمل توازن في الأسواق بين ما يكونش هناك أو لم يكون هناك فائض قوي في الأسواق قد يتسبب في تراجع أسعار النفط، فوقفة المخطوط أو توقعات الحوض الصخري سيكون له تأثير سلبي على زيادة الإنتاج الفترة المقبلة، سيعتمد في نهاية المطاف على مدى تعافي الطلب العالمي ومدى تعافي الطلب برغم من تأثير النفط أو تداعيات ممكن على الأسواق. طيب، يعني الجميع يعرف أن الولايات المتحدة قد قررت إطلاق النفط من استراتيجيها 18 مليون برميل من النفط التي ستبيعها الولايات المتحدة من احتياطي الطوارئ خلال ثلاثة أيام قادمة. يعني هل ستغير شيء من واقع السوق سيدة أماني؟ بالطبع يعني لجوء الولايات المتحدة للاحتياطي الاستراتيجي و يعني 18 مليون هذا الشهر قد يتسبب في طبعا في زيادة الضغوطات على أسعار النفط، ولكن علينا الأخذ بعين الاعتبار أن أصلا الولايات المتحدة لجأت لهذا الأمر مع استمرار ارتفاع أسعار النفط المبالغ فيه والذي تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وارتفاعات التضخم التي وصلت لمستويات لم نراها منذ ثمانينات القرن الماضي في الولايات المتحدة، فكان لابد من الولايات المتحدة أن تبدأ
يعني بشكل فعلي في محاولة لخفض أسعار النفط أو لكبح على الأقل ارتفاعات النفط القوية التي شهدناها في منذ بداية عام 2021، في محاولة نوعا ما يعني استقرار الأسواق أو منع التضخم من استمرار ارتفاعه القوي، وبالتالي فبالطبع يعني هذا الامر يؤثر او يتسبب في زياده ايضا المعروض في الوقت الذي ايضا يبدا فيه او توقعات اداره معلومات الطاقه ان اكبر حوض صخري قد يسجل مستويات قياسيه جديده، فكل تلك العوامل قد تؤثر على اسعار النفط طبعا، وقد تتسبب في زياده المعروض النفطي والذي قد يضغط على الاسعار. ولكن كما اشرت سابقا ان يعني وتيره تراجع اسعار النفط او ارتفاعه سيعتمد بشكل رئيسي الفترة المقبلة على مدى تداعيات متحور أوميكرون على الأسواق، وسيكون تداعيات هذا المتحور سلبي على تعافي الطلب العالمي، لأن بالفعل الطلب قد يشهد تعافي ملحوظ في الربع الأول من 2022 كما تتوقع منظمة الأوبك. التوقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا من المعتاد حتى أواخر كانون الأول، هل سيؤثر ذلك على الطلب النفطي أيضا والغاز في المرحلة الحالية؟ بالطبع تحسن او اعتدال احوال الطقس على غير المتوقع في هذا التوقيت يعني تسبب في تراجع اسعار الغاز، لان كما نعلم ان يعني ارتفاع تكلفه الانتاج بسبب سوء احوال الطقس يعني يعتبر احد اهم العقبات التي تقف امام انتاج النفط والغاز في كل يعني فصل من الشتاء من العام. وبالتالي فبعدما وجدنا ان اسعار الغاز تواصل ارتفاعاتها وارتفاع اسعار او تكلفه الانتاج للغاز بشكل مبالغ فيه في الفتره الماضيه، فنوعا ما الاسواق بدات يعني شهيه المخاطره تعود لدى الاسواق بسبب اعتدال احوال الطقس، والتي يعني ايضا من المتوقع ان نشهد اعتدال في الطقس او التوقعات اللي بتدعم اعتدال احوال الطقس في الفتره المقبله قد تدعم بالطبع استقرار نوعا ما في الاسواق وهدوء نسبي في ارتفاعات الغاز التي وجدناها يعني تسجل مستويات مرتفعه جدا في الفتره الماضيه طبعا بسبب ارتفاع التكلفه، فاعتدال احوال الطقس قد يعني يؤثر على اسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ، ويعني ان هو قد يكون هناك يعني معروض متناسب مع او استمرار في زياده الانتاج بدون زياده التكلفه، الامر الذي قد يتسبب في ارتفاع الاسعار في نهايه المطاف. وفق المؤشرات الحاليه، هل سيكون للمتحول الجديد المتحور تاثير طفيف على الاقتصاد العالمي ام ان الوقت مبكر للتوقعات؟ علينا الإشارة أولا أن بمجرد التطرق أو بمجرد الإعلان عن وجود متحول جديد تفاعلت الأسواق بشكل قوي جدا مع المتحول خوفا من حدوث ما حدث مع متحول دلتا سابقا وتأثيره على الاقتصاد العالمي وكسر سلاسل التوريد، فنفس السيناريو تكرر بمجرد الإعلان عن متحول أوميكرون، ولكن مع مرور الوقت نوعا ما الأسواق بدأت تتعايش مع وجود متحورات مختلفة، لأنها أصلا يعني نحن نتعايش الآن مع جائحة يعني قد تستمر لفترة من الوقت، ف يعني برغم من التفاعل القوي وتراجع المؤشرات الأسهم العالمية بشكل قوي بمجرد الإعلان، إلا أن نوعا ما الأسواق بدأت تهدأ حتى نرى تأثير ذلك على الأسواق العالمية الفترة المقبلة، فمن المبكر أن نؤكد على كيف سيكون تأثير أوميكرون الفترة المقبلة على الاقتصاد العالمي. هل ممكن أن يحدث مثل ما حدث بتحول دلتا والذي تسبب في كسر سلاسل التوريد والمشاكل الحالية التي نقابلها أو نواجهها في الاقتصاد العالمي كانت بسبب متحول دلتا، أم أن الوضع يمكن السيطرة عليه ولن يكون هناك إغلاق يعني عديد في الدول، على الرغم من أن أصلا دول آسيا وأوروبا تعاني من إغلاقات مستمرة ولكنها بسبب أصلا كوفيد 19 وليس بسبب متحول أوميكرون، فحتى الآن يعني قد يكون تأثير متحول أوميكرون نوعا ما طفيف بالرغم من يعني وجود أول حالة وفاة في بريطانيا، ولكن يعني لا تزال الأسواق تنتظر كيف هي ستتفاعل الدول أو كيف ستتفاعل الحكومات مع إجراءات الحظر وإجراءات الإغلاق بسبب المتحول أوميكرون، وكيف سيكون هذا يعني تأثير أو تداعيات على الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة.
طيب الآن لو تحولنا سيدة أماني للحديث عن الوضع التركي الاقتصادي التركي والليرة التركية، لا تزال تهبط إلى مستويات قياسية جديدة بحسب التوقعات. إذا أردنا أن نتوقع، هل تحذو تركيا أو تستمر في حذوها نحو تخفيض أسعار الفائدة، أم أنها ستتوقف أو ربما تعود بهذه السياسة إلى الوراء؟ طبعا عندما نتحدث عن الليره التركيه علينا ان نؤكد ان البنك المركزي التركي خفض الفائده منذ اجتماع سبتمبر الماضي بحوالي 400 نقطه اساس، مستويات قويه جدا لخفض الفائده في الوقت الذي تتجه فيه البنوك المركزيه الاخرى لتشديد السياسه النقديه، وطبعا على راسهم الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. ولكن سياسه الحكومه التركيه تدعم مزيد من خفض الفائده في محاوله طبعا لجعل السلع ذات ميزه تنافسيه اكثر وتشجيع الصادرات وتشجيع ايضا الاستثمارات. فسياسه تركيا الان تدعم الخفض، وهو الامر الذي تسبب فيه فقد الليره التركيه اكثر من 50% من قيمتها امام الدولار الامريكي في النصف الثاني من 2021. ولكن تترقب الاسواق ايضا اجتماع للبنك المركزي التركي يوم الخميس المقبل، التوقعات او اغلب التوقعات تدعم خفض جديد للفائده التركيه ممكن تصل ل 100 نقطه اساس. فهذا الامر تفاعلت معه الاسواق باستمرار في تراجع الليره التركيه مع بدايه الاسبوع، وجدنا خفض ايضا تراجعات الليره التركيه امام الدولار الامريكي بحوالي 4% خلال تداولات اليوم قبل ان تبدا نوعا ما في التعافي قليلا، ولكنها مستقرة بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية عند 14.4 دولار لكل ليرة، لكل دولار عذرا. ولكن توقعات أيضا أن لو حدث فعلا خفض للفايدة التركية في الاجتماع المقبل كما تتوقع الأسواق، فسيتسبب هذا في زيادة الضغوطات طبعا على الليرة التركية، وقد نراها أعلى من مستويات 15 ليرة لكل دولار طبعا في الفترة المقبلة وبكل سهولة وقبل نهاية العام، لأن سياسة الحكومة التركية وسياسة البنك المركزي التركي لا تزال نحو الخفض بالرغم من ارتفاعات التضخم المفرطة والتي تتسبب في عرقلة الاقتصاد التركي نوعا ما. هذا ما يتعلق بالليرة التركية. ماذا لو درسنا توقعات مؤشرات الأسواق الأمريكية خصوصا المرتبطة بأسهم الطيران بعد قرارات الإغلاق والضبابية بشأن السلالة الجديدة؟ بالطبع لو هنتحدث عن الأسواق الأمريكية بوجه عام، قد تشهد طبعا ضغوطات الفترة المقبلة مع توجه الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية، والذي بالطبع يضغط على أداء القطاع الأسهم بشكل عام. ولكن قطاع الطيران قد يكون الأكثر تراجعا أو الأقل حظا من القطاعات الأخرى طبعا بسبب متحور أوميكرون، ويعني زيادة أعداد الإصابات بشكل عام بسبب فيروس كورونا، وطبعا بشكل خاص بسبب متحور أوميكرون، وكيف سيكون هذا تداعيات سلبية على الأسواق العالمية بالأخص في أوروبا وآسيا. فبالطبع أسهم قطاع الطيران طالما استمر الوضع هكذا وطالما استمرت المخاوف من فيروس أوميكرون واستمرت تجديد الإغلاقات ومنع رحلات طيران من دول نوعا ما، قد يتسبب في الضغط على أسهم قطاع الطيران ليس في الولايات المتحدة فقط ولكن في العالم بأكمله في الفترة المقبلة طبعا، لأننا حتى الآن لم نرى تأثير متحور نبدأ أن نراه في تأثيره على الأسواق العالمية بشكل عام. فبالطبع سياسات الفيدرالي الأمريكي ومن ناحية تانية الخوف من متحور ممكن يضغط على أسهم القطاع الأسهم الأمريكية عامة وبالأخص أسهم قطاع الطيران كما أشرت أنه قد يكون أقل حظا من ضمن القطاعات الأخرى. في ظل انتشار السلالة الجديدة أيضا، كيف سيتعامل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه القادم؟ هل سينهي برنامجه التحفيزي في وقت أبكر من ما هو محدد؟ هي المشكلة التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن هو ارتفاعات التضخم المفرطة. وجدنا أن البيانات الأخيرة التي ظهرت يوم الجمعة الماضية ارتفع فيها التضخم بنسبة 6.8% على أساس سنوي في شهر نوفمبر،
يعني تلك اعلى وتيره نمو للتضخم منذ ثمانينات القرن الماضي، وبالتحديد منذ 1982. فالان الفدرالي الامريكي بالرغم من يعني نوعا ما يعني عدم وصول قطاع سوق العمل مثلا لمستويات ما قبل الازمه، او تاثر او توقعات تاثر طبعا القطاعات بفصل الشتاء، الا ان الفدرالي الامريكي يعني قد يعني يسرع من وتيره التشديد النقدي وتقليص برنامج شراء الاصول في محاوله للسيطره على كبح معدلات التضخم المرتفعه، ويعني التي قد تعرقل النمو الاقتصادي بشكل عام. فبالتالي بالرغم من متحول اوميكرون والذي قد يؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب العالمي وتراجع شهيه المستثمرين، الا ان ارتفاعات التضخم القويه وتراجع القدره الشرائيه لدى الفرد سيتطلب من البنك الفدرالي الامريكي التدخل بكل ما اوتي من قوه في محاوله لمنع التضخم، حتى لو انهى برنامج شراء الاصول في وقت افقر من المتوقع، او بدا يرفع الفائده قبل النصف الاول من 2022 كما هو متوقع. تأثر ذلك على الدولار أيضا. يعني تاثير هذا على الدولار طبعا سيكون اكثر العملات حظا في الفتره المقبله لو حدث هذا، لان طبعا تشديد الفدرالي الامريكي لسياساته النقديه يعني قد يتسبب في زيادة الطلب، أو قد يدعم الطلب على الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية والسلع، وبالتالي قد نرى الدولار الأمريكي عند مستويات مرتفعة في عام 2022، خاصة لو بدأ يرفع الفايدة قبل حلول منتصف عام 2022 كما هو متوقع، أو بدأ يقلص برنامج شراء الأصول بوتيرة أكبر من المتوقع. نحن ننتظر اجتماع الفدرالي الأمريكي غدا، واغلب التوقعات طبعا تدعم مضي الاحتياط الفدرالي في خفض جديد لبرنامج شراء الاصول في محاوله لمنع التضخم، وهو في الامر الذي قد يدعم ارتفاع الدولار الامريكي في نهايه الامر. هذا ما يتعلق بالدولار، ماذا عن الذهب؟ وفي ظل انخفاض العائدات، عائدات السندات عفوا، وايضا ارتفاع الدولار وترقب اجتماع المركزي الامريكي، كيف يعني سيكون حال حركة الذهب؟ علينا الوضع بعين الاعتبار في البدايه ان يعني عام مع انتهاء او مع اقتراب انتهاء عام 2021 تشهد الاسواق العالميه حاله من التذبذب مع يعني ارتفاع عمليات او زياده عمليات جني الارباح. حتى الان الذهب مستقر بالقرب من مستويات ال 1780 دولار للاونصه، منتظر قرار الفدرالي الامريكي بالرغم من تراجع عوائد السندات الامريكيه والتي قد تدعم ارتفاعات الذهب، الا ان الذهب الان مسيطر عليه طبعا حاله من التذبذب مع اقتراب نهايه العام وموسم جني الارباح. ومن ناحيه اخرى اجتماع الفدرالي الامريكي غدا، واللي اغلب التوقعات بتدعم يعني تشديد الفدرالي الامريكي سياسته النقديه والتي قد تضغط على الدولار الامريكي. وجدنا ان الاسبوع الماضي مع ارتفاعات التضخم او بعد بيانات التضخم الذهب ارتفع من مستويات ال 1770 دولار للاونصه لمستويات ال 1790، طبعا خوفا من ارتفاعات التضخم وزياده الطلب على الذهب كاداه للتحوط طبعا رئيسيه ضد التضخم. ولكن التوقعات التي تدعم يعني تشديد الفدرالي الامريكي سياسته النقديه وانتظار توقعاته الاقتصاديه ومسار الفايده في اجتماعه غدا قد يتسبب في عوده الضغوطات من جديده على الذهب، ولكن يعني سيكون هذا من المدى المتوسط الى المدى البعيد. كلما يعني بدأ الفدرالي الامريكي في تشديد سياسته النقديه قد يتسبب طبعا بهذا في تراجع المخاوف من ارتفاعات التضخم، وارتفاع الدولار الامريكي قد يعوقل عمليه تعافي الذهب. ولكن علينا برضه الوضع بعين الاعتبار ان المخاوف من متحول اوميكرون ما زالت داعم رئيسي للذهب حتى الان، فطالما لم او اصبحت يعني لم نؤكد على تاثير او تداعيات متحول اوميكرون على الذهب في على الاقتصاد العالمي، طالما استمر الطلب على الذهب كاداه طبعا ملاذ امن موجوده، وبالتالي الذهب منتظر طبعا زي ما قلت ان هو منتظر يعني اي رد فعل من الفدرالي الامريكي، وطبعا اي جديد من ناحيه المتحور اوميكرون وتاثيره على الاقتصاد العالمي، وبالطبع يعاني من تذبذبات قويه مع انتهاء عام 2021 وسيطره موسم جني الارباح على تداولات الذهب بشكل عام.
أشكرك جزيل الشكر سيدة أماني رشيد، محلل أسواق مالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا لك.